سي ماركت. التطبيق من خلاله بتقدر تحمل الالعاب المهكره للاندرويد كمان بطريقه سهله وبسيطه جدا. فبتدخل على الماركت عادي جدا زي ما احنا شايفين يا شباب، تفتح الماركت وبتبدا تعمل تحميل لاي لعبه انت عايزها، وليكن مثلا لو كمان وقفت التحميل في النص او النت قطع فتقدر تعمل استكمال زي ما احنا شايفين. سابوي مثلا كنت بحملها وقفت التحميل في النص واقدر اعمل استكمال دلوقتي بضغطه كده، ودي سابوي مهكره محملها من نفس المتجر. وبتقدر تحمل العاب تانية كتير، عندك لعبة زي ماينكرافت مثلا للاندرويد، وعندك لعبة جي تي اي سان اندرويس وجي تي اي فايس سيتي ولعبة فري فاير والعاب مهكرة دريم ليج 2019 مهكرة، سابوي، فورتنايت، امونج اس، كل دي العاب مهكرة موجودة في المتجر الجميل ده. وده تطبيق جديد ما اتكلمتش عنه قبل كده نهائيا، اسمه اي سي مارك. ان في عدد كبير جدا من الالعاب الشهيرة، مش بس كده، لا مش كمان العاب بس، لا ده كمان في ابس، هتلاقي تطبيقات موجوده بداخل الابلكيشن ده او الستور بتاع تحميل العاب المهكره، اللي هو تطبيقات مهكره زي مثلا كين ماستر اللي هو من خلاله بتقدر تعمل مونتاج، او مثلا تطبيق بيس ارت اللي هو بتقدر تعمل تعديل على الصور زي الفوتوشوب كده للاندرويد. وهتلاقي تطبيقات شهيره هنا موجوده، نسخه برو زي ما احنا شايفين او النسخه المدفوعه تقدر تحملها مجانا مفتوحه بجميع مميزاتها. تطبيقات كتيره جدا هنا موجوده، طبعا زي تطبيق لاكي باتشر ده برضو تطبيق رهيب لتهكير الالعاب، بيفتح لك الجولد والحاجات دي كلها. وهتلاقي